مش قادر يمسك دموعه وخلى كل اللي حواليها يعيطوا عشانه. عصام صاصة كانت حالته صعبة في جلسة الاستئناف بتاعته في المحكمة. يا ترى ايه اللي حصل؟ مطرب المهرجانات عصام صاصة دخل في حالة بكاء شديدة خلال جلسة الاستئناف على الحكم الخاص بتهمة التزوير، وكان الموضوع محل اهتمام كبير من الجمهور ووسائل الإعلام، لأن دي كانت أول جلسة الاستئناف على حكم حبسه هو وأخو محمد لمدة سنة مع الشغل بتهم التزوير مستند رسمي. الموضوع مش سهل خالص، وواضح ان عصام مش متظبط نفسيا وصعبان عليه اللي حصل، وخاصة بعد محكمة جنايات الجيزة ما حكمت عليهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل قبل كده. الموضوع ده بدأ بعد اللي تورط في عصام بسبب الشاب اللي أنهى حياته على الدائري. بعدها عصام لبس في قضية التزوير. النيابة العامة في الجيزة واجهت التهمة لعصام صاصة وأخوه بتزوير التوكيل الخاص بالقضية. قبل الجلسة عصام صاصة كتب على الانستجرام ستوري وهو في حالة من الحزن وقال في الستوري: أنا بمر بأصعب فترة في حياتي، كل اللي بطلبه دعواتكم، أنا مش محتاج غير الدعاء. الكلام ده اثر تعاطف متابعيه وخلاهم يشكوا في مصير المطرب بعد ما وقع في المشاكل دي. اما اخو عصام صاصة فقال قدام المحكمة ان ما كانش يعرف ان التوكيل اللي عمله لاخوه كان مزور، وقال: بعد ما خلصت تحرير التوكيل كلمت اخوي عصام وقلت له على الموضوع، وقال لي ما تبعتش التوكيل لاي حد دلوقتي. لما عرفت اخويا اتصل بيا وقال لي هنروح نسلم مستندات ومضينا على ورق معرفوش. اما عصام صاصة نفسه فقدم دفاعه في المحكمة وقال: انا ما عملت حاجة ومعرفش ايه اللي حصل، الموضوع كله اني طلبت من مديرة اعمال انها توكل لي محامي علشان يتولى قضيتي في موضوع دهس المواطن وقيادتي تحت تأثير الممنوعات. والله العظيم يا سيادة القاضي انا معرفش المحامي، لكن مديرة اعمالي هي اللي اتفقت معاه لانها كانت عارفة المحامي من قضية سابقة. الجلسة دي خلت الحضور في حالة من الترقب، خصوصا مع تراجع عصام واخوه اللي كان واضح من كلامهم ان كل واحد فيهم حاول يبعد عن التهمة ويحاول يثبت براءته باي شكل ممكن. لكن الموضوع ما كانش سهل زي ما كان متوقع. الجدل حوالين القضية مازال مستمر، كل واحد في الوسط الفني والجمهور بيفسر كلامهم بشكل مختلف. البعض شايف ان عصام صاصة واخوه وقعوا في شبكة من المشاكل، في بعض الناس شايفين ان القضية فيها بعض الامور المعقدة اللي ممكن تكون مش واضحة من البداية، لكن في النهاية القاضي هو اللي هياخد القرار النهائي. طبعا كالعادة جهاد مرات عصام صاصة واقفة جنبه في المحكمة وبتسنده وبتحاول بكل الطرق تثبت براءته علشان يخرج لها ويخرج يشوف ابنه. ده غير ان جهاد واسرة عصام صاصة عايشين في ظروف صعبة بسبب غياب عصام واخوه. الموضوع مش سهل خالص، وعصام صاصة كل ما يظهر في جلسة ما بيقدرش يمسك دموعه، كل مرة عنده امل انه يخرج من الموضوع ده ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. بس طبعا الكلمة الاولى والاخيرة للقضاء.